يوم جميل، يوم سعيد على النادي الاهلي بجد. كنا كلنا سعداء النهارده. بدانا بالباسكت وقدر يكسب نادي سموحه 74-68 ويوصل فريق الباسكت رجال النهارده لدور الاربعه لدوري السوبر. ما شاء الله نتائج النهارده رائعه. جماهير الاهلي على السوشيال ميديا فرحانه بفرقها. نكمل بكره القدم بعد الدقيقه 90 جونين ولا اروع ولا احلى من كده، 2-0 مع الاتحاد. ونخلص بماتش الفولي في البطوله الافريقيه في تاني ايام بطوله الفولي، وفوز النادي الاهلي رجال الكره الطايره على نادي اهلي طرابلس بنتيجه 3-1. فعلا مفيش اسعد من الانتصار، مفيش احلى من الفوز. هو ده النادي الاهلي، وهي دي روح النادي الاهلي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. هو ده اللي اتكتب علينا كلنا، اتكتب علينا دايما ان احنا لازم دايما جوه المحافل الدوليه وجوه الماتشات في الدوري وفي الكاس وفي كل حاجه دايما بنلعب على الفوز، ودايما بنخلي النادي الاهلي دايما في المقدمه. هو ده فعلا النادي الاهلي. وكلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي في ماتش الطايره بتكلم عليها. اول ما خلص ماتش كره القدم جريوا على الملعب ونزلوا الشوط الرابع، وكان شوط مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الجمهور عمل فارق مع لعيبه النادي الاهلي، مع انهم كانوا قله، كانوا حوالي تقريبا 50 او 60 واحد، لكن فعلا صوتهم كان جوه ارض الملعب جوه صاله الامير عبد الله فيصل، صوتهم يرج ويحرك الصخر، وقدر النادي الاهلي يفوز 3-1. خلينا نرحب بضيوفنا الكباتن لتحليل مباراه الاهلي واهلي طرابلس في الكره الطايره.